أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم يقول: لا يجوز أن تحج عن أمك الحية، وإذا كان كلامه صحيح فكيف نعمل بقول النبي بحديث إن أبي أدركه فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الأم لم تحج حجة الإسلام وهي عاجزة عجزا مستمرا لا يرجى أنها تتمكن من الحج، فإنها توكل من يحج عنها، وهذا الذي ينطبق عليه حديث إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحل. أما إذا كان يرجى زوال المانع ويرجى أن المرأة تنشط تعافى فهي تؤجل الحج إلى أن تستطيع بأن تحج، وهذا في حجة الإسلام. أما النافلة فلا يحج عن الحي، النافلة لا، لم يرد دليل على أنه يحج نافلة عن الحي، إنما هذا عن الميت. نعم.